الجبهة الوطنية للتحرير تعلن استهداف قوات النظام في مطار النيرب العسكري بريف حلب بصواريخ جراد ردا على قصف مدني. مقتل 3 مدنيين جراء استهداف قوات النظام بصواريخ قرية مرج الزهور بريف إدلب الغربي. مقتل رجل وامرأة وإصابة آخرين بينهم أطفال جراء قصف بالبراميل المتفجرة على بلدة كالصفرة ومزارع بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي. ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ريفي إدلب وحماة يوم أمس الثلاثاء إلى أكثر من 20 قتيلا بالإضافة إلى عشرات الجرحى نتيجة القصف الجوي المكثف من قبل النظام وروسيا على المنطقة. القائد العام لحركة أحرار الشام التابعة للجبهة الوطنية للتحرير يدعو مقاتليه لصد هجوم النظام على ريف حماة ويصف الصمت على تصعيد القصف والغارات بأنه تواطؤ دولي يخالف الأعراف والقيم الإنسانية. السيناتور الأمريكي لينسي جراهام يدعو الرئيس الأمريكي والعالم لرفع صوتهم بخصوص هجوم النظام على إدلب ويقول إنه حان الوقت للوقوف في وجه جزار دمشق.